الو تمام. بصوا يا شباب عشان انا ما اطولش، يعني انا مش عارفه لو المايك قطع في النص ممكن صوتي يوصل. احنا في جهه شباب بنهتم بالشباب، سواء لسه الطالب اللي لسه هيتخرج ان شاء الله. النهارده هو يوم للتعريف باهميه التحول الرقمي، عشان كده اخترنا التحول الرقمي، اهميه التحول الرقمي. حاولنا ندمج خلال اليوم اكتر من نشاط، هيبقى في عندنا عدد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. المبادرات يا اما هتبقى تدريب، يا اما هتبقى افكار لرياده اعمال، او هنطرح مبادرات تدريب منتهي. انا حبيت ان انا اوسع مدارك الشباب بانه ما يبقاش في اتجاه واحد هو يسلم. انا عاوزه ان الشباب يفهم معايا ان ممكن يقدموا اكتر من فرصه. يعني الاول انت لو حابب فكره المشروعات وان انت تبقى صاحب وعندك رياده الاعمال، فايه هي المشروعات الموجوده في السوق حاليا، وايه هو اللي مطلوب منك علشان تدخل المجال ده. طيب دي جزئيه. انا عاوزه كمان الشباب اللي هو بيدور على فرصه عمل. طب ابدا ازاي لو انا بدور على فرصه عمل؟ اشوف ايه اللي موجود في السوق وايه المطلوب حاليا. ففي اكاديميه معانا انا برحب بيها، اكاديميه ناس. الباشمهندس هشام معانا ولا كده؟ ايوه يا باشمهندس. الاكاديميه دي من مؤسسات المجتمع المدني، اكاديميه نشيطه جدا وعندها فرص تدريبية منتهية بالتوظيف في مجالات حديثة. يعني أكيد هو الباشمهندس هشام هيشرحها أحسن مني. مجالات في صناعة الحلي الذهب، صح يا باشمهندس؟ وعندنا إيه كمان؟ يعني أنا حابة إن الشباب يسمع دي اللي هو صناعة الذهب والسيارات، تكنولوجيا السيارات دي مهمة جدا. صيانة كهربائية، صيانة كهربائية، طاقة شمسية، طاقة شمسية. والبرنامج دلوقتي اللي احنا شغالين عليه اللي هو منتهي بالتوظيف الجديد، دلوقتي احنا محتاجين حوالي 40 متدرب. 40 ايوه. الذهب والحلي، الذهب والحلي مجانا. بيتكلف حوالي بره حوالي 35,000 جنيه، احنا بنديها مجانا خالص. هو كلام مهم جدا ده. طبعا احنا هنسيب الفرصه للباشمهندس هشام هيتكلم باستفاضه، بس انا حبيت ان انا افهم الشباب اللي معانا احنا مش جايين هنا لهدف واحد، احنا جايين نعرض اكتر من مبادره. عندنا مبادرات مع جمعيه فرص، جمعيه فرص بتتمنى فكره رياده الاعمال، ازاي ان انت تبدا مشروع موجوده حاليا واحنا نساعدك فيها. في عندنا المجلس الوطني للتدريب، ده شريك رئيسي في مجلس القرار، هيقدم لنا برامج تدريبيه على تكنولوجيا المعلومات، صح يا دكتور محمد؟ هتبقى على التحول الرقمي، وازاي ان الشاب يعرف ايه المجالات الحديثه اللي موجوده في السوق، ولو هو عاوز يشتغل في المجال ده فهنقدم لكم برامج مدعمة وبرامج بالمجان ان شاء الله يبقى في استفادة للكل. وارجو من حضراتكم ان انتوا تسجلوا، يعني اللي يحب الاتجاه ده يسجل معانا، اللي شايف التوجه ده يكمل معانا. واحنا مع الدكتورة أمل اول لقاء او هيكون اول ندوة، لا هنكمل باذن الله سلسلة من اللقاءات والندوات مع مجموعات اكبر. مش بعد الترم ان شاء الله هنجهز حاجة تانية، شركاء جداد مع بعض. شكرا جزيلا.